وسميت هذه السورة بهذا الاسم سورة البقرة لمعنى دقيق قد لا يتفطن الناس له، ألا وهو أن هذه السورة جاء فيها إيراد قصص عديدة واقعية فيها إحياء للموتى لتكون دليلا على ما في يوم القيامة من إحياء الموتى. من أول قصص هذه السورة في ذلك قصة البقرة، فإن الله عز وجل أمرهم أن يضربوا بجزء من البقرة ذلك المقتول فقام فأخبر بمن قتله. وفي هذه السورة نماذج واقعية وقعت في الحياة فيها إحياء أناس بعد موتهم، فهؤلاء بنو إسرائيل لما أخذتهم الرجفة أحياهم الله عز وجل بعد ذلك، وهكذا أيضا في قصة عزير عندما ماته الله 100 عام ثم أحياه، وهكذا أيضا في قصة إبراهيم عندما جاء محاجا للنمرود ملك زمانه فقال أنا أحيي وأميت، وقال إبراهيم إن الله هو الذي يحيي ويميت، وهكذا أيضا في قصة إبراهيم عندما أحيى الله عز وجل له الطير بين يديه بعد أن ذبحها وقسمها 4 أقسام وجعل على كل جبل منها جزءا. في قصص متعددة وردت في هذه السورة العظيمة سورة البقرة.